مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أوراق تركية. يبدو أن اللعبة الكبيرة في المنطقة والتي تديرها أطراف كبرى لم تنتهي بالقضاء على الانقلاب الفاشل في تركيا، فلا زالت ورقة التفجيرات والعمليات الإرهابية ورقة صالحة في أيديهم، على ما يبدو يستخدمونها حيث يتوقعون أنها تؤلم أكثر، مرة بيد ما يسمى تنظيم الدولة داعش، وترى بيد حزب العمال الكردستاني المصنفان إرهابيان في تركيا. تختلف مسميات المنفذين وربما شعاراتهم، إلا أنها تتوحد في الهدف والنتيجة. المرة الأخيرة كان تفجير غازي عنتاب، حيث اختلط المكون التركي بالكردي باللاجئ العربي السوري في محاولة على ما يبدو لخلط الأوراق من جديد وإعادة العبث بالأمن الداخلي التركي. هذه الوقعة تجعل نطرح أسئلة حول الأهداف والأسباب والنتائج لعودة هذه العمليات الإرهابية، وكيف ستؤثر على صانع القرار التركي حيال الملفات الداخلية والخارجية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها تركيا والمنطقة. هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها اليوم في هذه الحلقة مع الأستاذ بكير أتاجان، المحلل والكاتب السياسي التركي، ودكتور سعيد الحاج، الكاتب والباحث المختص في الشأن التركي. أهلا بكما، ولكن قبل ذلك تابع هذا التقرير فابقوا معنا. ما إن طوت تركيا صفحة المحاولة الانقلابية الفاشلة ولو جزئيا بفرض الحكومة الأمن والاستقرار رغم حالة الطوارئ في البلاد، حتى عادت موجة التفجيرات والهجمات الانتحارية مرة أخرى لتضرب المدن التركية، مرة عبر حزب العمال الكردستاني وأخرى عبر ما يسمى بتنظيم الدولة أو داعش، موقعة عشرات القتلى ومئات الجرحى من المدنيين والعسكريين. هذا التعاقب الزمني الذي يدفع الساسة الأتراك للحديث عن عقل مدبر واحد يدير كل هذه المنظمات التي تستهدف الداخل التركي، فيه من الدلالات الكثير الكثير، كما كان لهجوم غازي عنتاب الأخير أيضا دلالات واضحة فيما يتعلق تحديدا بالمكونات التركية والكردية التي تسكنها، فضلا عن عدد اللاجئين السوريين الكبير فيها. وما بين حزب العمال الكردستاني الذي يستهدف المراكز الأمنية وداعش الذي يستهدف تجمعات المدنيين، لا تبدو الهجمات بعيدة عن متغيرات السياسة الخارجية التركية مؤخرا على المستوى السياسي المتعلق بالمصالحات والموقف من النظام السوري، وعلى المستوى الميداني المتعلق بعملية جرابلس الوشيكة لتحريرها من داعش، والتقارير التي تتحدث عن دور تركي بارز فيها، وهو ما يعطي تفجير عنتاب الأخير أبعادا إضافية لها مدلولاتها الواضحة. وعليه فالرسائل الخارجية تبدو أكثر وضوحا من التفاصيل الميدانية الداخلية في الهجمات الأخيرة، وهي رسائل تثير تساؤلات مهمة حول كيفية تعامل صانع القرار التركي معها، لكنها أيضا لا تقلل من أهمية أسئلة أخرى تتعلق بمدى صحة وجود عقل مدبر واحد يدير كل المشهد، وبكيفية تعامل تركيا معه، وبمدى وجود إهمال أو تقصير أو تواطؤ في المنظومة الأمنية تسمح بهذا العدد من الهجمات، سيما في الفترة الانتقالية التي تلت إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من أوراق تركية. أستاذ بكير، فشل الانقلاب، توقفت لمدة العمليات الإرهابية ثم عادت وبقوة. العملية الأخيرة في غازي عنتاب مؤلمة فعلا، ليس فقط للحكومة التركية ولكن حتى الحس العام في تركيا ألمته جدا هذه العملية، تفجير انتحاري في عرس الأسباب. أسباب كثيرة، ولكن يجب أن نعرف جيدا بعد الانقلاب كانت في فترة زمنية وهي مراقبة الوضع بشكل عام داخليا وخارجيا، ومن ثم الانطلاق مرة ثانية لعمليات، يعني الدور الدول العظمى التي ما زالت لها دور كبير داخليا وخارجيا في تركيا فكرت، فكانت بعد فشل الانقلاب إذن اتباع الخطة القديمة وهي الخطة الإرهابية، وهذه الخطة الإرهابية كانت عدة أسباب منها. أولا
كما لاحظنا اليوم أو كانت بعض التفجيرات في شرق تركيا. فان كان فيها عرس أيضا، ولكن العرس كانت تختلف قريبا عن هذا العرس. من كان منفذها أو الذي اعترف بتنفيذها؟ جناح قنديل أو البيكيكي. من بعدها إلزر وبينغول، عدة مناطق، ولكن هذه التفجيرات الصغيرة أيضا كانت لن تسعى أو لن تفيد هذه الدول بإشعال نار الفتنة بين الكرد والترك مرة ثانية، خاصة بعد فشل الانقلاب. لذلك كان لابد توجيه ضربة كبيرة إلى الكرد داخل تركيا لكي تحاول شعوب المنطقة أو أن تقع بين بعضها البعض في حرب أهلية، يعني لأن إفشال الانقلاب لابد أن تتبعها بعض الخطوات الجديدة لزعزعة أمن واستقرار تركيا. يعني ترى أن بأن هذا التفجير أو سلسلة التفجيرات الصغيرة والكبرى منها أتت لي من أجل زعزعة السلم الاجتماعي وإعادة الفتنة بين مكونات المجتمع بالضبط التركي. لماذا؟ لأن كما رأينا إن كانت المعارضة والحكومة جميع المكونات وجميع الانتماءات السياسية اتحدت ضد الانقلاب الفاشل في تركيا، فهذا الاتحاد يجب كان أن تزعزع من طرف الدول الكبرى لأنها ليست من مصلحتهم داخليا وخارجيا، فحاولوا الاستفادة من هذه التفجيرات. ولكن التفجيرات التي كانت في وان في ألازه أو عدة مدن شرقية لم يخرج رئيس حزب الشعوب الديمقراطية بأي تصريح ينقض هذا أو يدعم هذا التفجيرات، ولكن النقطة المهمة التي خرج فيها بعد التفجير في عنتاب، خرج زعيم حزب الشعوب الديمقراطية ديمرتاش وقال يجب على الشعب الكردي أو على المكون الكردي أن تخرج ضد الحكومة والدولة، نقطة مهمة جدا، ودليل بأنها الأوامر جاءت هكذا لافتعال حرب الأوامر بالرغم من الأوامر جاءت هكذا. دكتور سعيد الحاج، من بعث بالأوامر التفجيرات في فان في إليزاك وفي غازي عنتاب وفي غيرها؟ دائما الأصابة تتوجه إلى الثالوث حاليا المعروف ثالوث الإرهاب في تركيا، المجموعات الكردية الإرهابية حزب العمال الكردستاني وتوابعه، تنظيم الدولة داعش وتوابعها، الجماعة الانقلابية فتح الله جولن وتوابعه. أين نتحرك في هذا المثلث وكيف نفهم الخلفيات والأبعاد؟ مساء الخير لك أستاذ محمد وأستاذ بكير والمشاهدين الكرام. وبعيدا عن نظريات المؤامرة والاستغراق فيها، لكن أولا من الناحية النظرية، أغلب إن لم يكن كل المجموعات المسلحة التي تعمل في داخل حدود دولة ما بحجج وشعارات كثيرة براقة باعتبار أنها تحتاج دائما للدعم الخارجي، فإن الكثير منها يتحول لاحقا مع الوقت إلى أداة بيد الخارج للضغط على هذه الدولة لتحقيق سياسات معينة، لتغيير سياسات معينة، لتغيير شخوص معينة أحيانا، وهذا له الكثير من الشواهد التي يعني لا تتسع الحلقة الحقيقة لإعطائها كاملة. ثانيا من ناحية التوقيت والزمن، فإن الذي تفضلت به في السؤال وفي المقدمة أنه في فترة الانقلاب وما قبله قليلا وبعده قليلا تهدأ التفجيرات تماما من كل هذه المكونات وغيرها، وحتى المنظمات اليسارية أخرى، جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري كما تسمى وهي أيضا مصنفة إرهابية هنا في تركيا وغيرها، توقفت تماما ثم عادت بعد أن صدرت تصريحات واتضح أن الوضع ضبط في الشارع بطريقة أو أخرى. موضوع الأمن، الاستقرار، فكرة أنه الانقلاب بشكله التقليدي لم يعد مطروحا الآن على الطاولة كتهديد لتركيا، ثم الآن أصبح هناك مستوى آخر من الاستهداف، مستوى آخر من الإشغال، العودة إلى التفجيرات والعمليات الانتحارية والفوضى والسيناريو الضبابية في المشهد، ولا قدر الله سيناريو الاغتيالات قد يكون أيضا مفعلا في فترة لاحقة. وبالتالي تاريخيا أيضا تاريخ تركيا دائما مليء بهذه المشكلات والمنظمات المسلحة منذ ربما الأرمن وغيرهم وأصالة ثم بعد ذلك حزب العمال الكردستاني ثم كذا. هذه الأمور طبعا بطبيعة الحال كل تنظيم وكل قضية بحد ذاتها لها تفاعلاتها الذاتية، لها أسبابها الموضوعية ربما، لكن أيضا العامل الخارجي دائما كان مغذيا لها وموجها لها.
الآن عندما ننظر الحقيقة في المشهد، ما الفارق الكبير بين تفجير مدينة فان مثلا الذي استهدف مديرية للأمن أو مركز شرطة في مقابل حفل عرس ذكره الأستاذ بكير قبل قليل، واستهداف حفل عرس بشكل مباشر؟ هناك حزب العمال الكردستاني وهنا داعش، هناك منظمة يسارية وهنا PKK، وبالتالي هناك أحد مؤسسات الدولة هنا. منظومة الاستهداف الحقيقة منظومة الاستهداف هي نفسها، ربما هنا يكون الهدف استراتيجي عسكري أمني، بينما هنا الهدف شعبي مجتمعي وما إلى ذلك، لكن في نهاية المطاف الهدف هو الإشغال، الهدف هو الاستهداف، الهدف هو الضغط. وبالتالي أنا أرى في كل عملية عسكرية في الداخل بغض النظر عن من يقف وراءها، وربما هنا أعطي بعض الوجاهة للتصريحات التركية، أنه لا فرق الآن هل يقوم بها الشخص ألف أو الشخص باء، المنظمة ألف أو المنظمة باء، الفكرة واضحة والرسالة واضحة من خلف هذا، من خلف هذا التفجير. بغض النظر الآن أن قلنا الدولة الفلانية من الدولة العلانية، لكن واضح أن الأذرع الخارجية، واضح أن عدم الرضا عن السياسة الخارجية التركية، واضح أن عدم نجاح الانقلاب بطريقة أو بأخرى هو الذي فعل الآن سيناريوهات أخرى غير الانقلاب. الانقلاب كان يريد أن يسيطر على رأس الدولة، فشل على الأقل في هذه الفترة مرحليا ومؤقتا، ونرجو أن يكون فشل على المدى الطويل، لكن الآن فعل سيناريوهات أخرى، وبالتالي هذه ليست نظرية مؤامرة. نعم هناك رسائل خارجية واضحة جدا، هناك وقائع وضغط، وهناك وقائع، وهناك أعتقد هناك معلومات استخباراتية بيد الدولة، لكن لن تخرج القيادة التركية وتقول الدولة الفلانية كانت تعمل الانقلاب والدولة الفلانية كانت ترتب للانقلاب وما إلى ذلك. هذه ربما تستعمل على الطاولة وتحت الطاولة في التفاوض السياسي بين الدولة وتلك، ولكن في نهاية المطاف كل تفجير من هذه التفجيرات بغض النظر عن أسبابه وشخوصه والتيارات التي تقف خلفه، فإن الرسالة الأولى قبل الرسالة الداخلية هي رسالة خارجية بالمقام الأول. يعني هناك تقريبا تقاطع بين الأسباب والدلالات من حيث إحداث حالة من الإرباك خلف مثل ما ذكر من أعطى هذه الأوامر. أستاذ محمد، أحيانا في بعض التفجيرات كان هناك معلومات استخباراتية عن ارتباط هذه المنظمات ببعضها البعض، حتى أحيانا داعش وحزب العمال الكردستاني، أحيانا الآن في تحقيقات الانقلاب على الأقل وفق تسريبات الحكومة لا نستطيع أن نحكم، لكن بعض الأمنيين كانوا يسهلون، أنه بعض الجنرالات في المنظمة الأمنية والعسكرية كان يقدم معلومات معينة لحزب العمال الكردستاني يفشل هجمات للجيش أو يسهل هجمات لحزب العمال الكردستاني، وليس غريبا أن يكون ذلك أيضا مع داعش وغيرها. في نهاية المطاف هذه المنظمات أحيانا حتى لو لم تقصد لكنها تخدم أجندات معينة بالتوجيه وبالتوقيتات وبالمكان وبالسياقات التي تفتعلها، وأحيانا كثيرة تكون أيضا العمالة مباشرة على مستوى أشخاص بغض النظر عن مستواهم التنظيمي في هذه المنظمات. أستاذ بكير، يعني هذه ممكن قبل سؤالك أن أضيف نقطة مهمة جدا أشار إليها الدكتور سعيد. التنسيق واضح من عملية، واضح بشكل بارز جدا جدا في عملية غازي عنتاب. أريد أن يعني بالتنسيق بين فتح الله جماعة فتح الجولان وخاصة من الناحية المخابراتية والتسهيل، وبين PKK وبين داعش. أنا أقول هنا التفجير وراءها جناح، يعني هي من فعل PKK ولكن جناح داعش. لماذا أقول جناح داعش؟ لأن في تركيا معروف بأن PKK لها عدة أجنحة، واحدة منها جناح داعش، وليست للمرة الأولى ولكن هذه واضحة جدا. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أو عدة دلائل، هؤلاء الأشخاص الذين يعني دخل عليهم هذا الولد الذي عمره يتراوح بين 12 و14 سنة ولم يعرف بعد جنسيته، ربما يكون لاجئ سوري، ربما يكون تركي، ربما يكون كردي، ربما يكون فعلا من دولة أخرى دخل هذا المنطقة، لأنه لا يحمل أي بطاقة، لسه ما زال صغيرة. ولكن نقطة مهمة، حسب الصور التي كشفت شخصان كبيران جاءوا وأحضروه إلى مكان العرس وهربوا من المكان، دليل بأن التفجير كانت من تحكم من بعيد، من بعيد لم يفجر نفسه فعلا، غير ممكن. ثانيا النقطة المهمة، هؤلاء صاحب العرس، هؤلاء الناس هربوا من مدينة سيرت التي بيرفاني والتي تعرف بمعظم سكانها بالكرد. ولكن النقطة المهمة، هؤلاء الكرد، هذه العشيرة الكردية هي دائما إلى جانب الدولة التركية، تؤيد الدولة التركية والحكومة، وهي ضد PKK كعشيرة، وجاءوا بحماية الدولة إلى مدينة غازي عنتاب قبل سنين، وهذا العرس كان بين الأقارب. فلذلك وراء العملية لابد أن تكون PKK حزب العمل الكردي،
ولكن التنفيذ جناح داعش في داخل PKK عن طريق هذا الولد، وتنسيق من الذي كان وراهم. إذن أيضا المخابرات والشرطة الذين ينتمون إلى فتح الله جولان. لذلك التنسيق هذا تنسيق ثلاثي برزت في هذا التفجير بشكل واضح مقارنة مع الأحداث التي حصلت. أستاذ بكير، أنت أجبتني على سؤالي دون أن أسأل من هذه الملاحظة. أنا أردت أن أسألك عولة خصوصية عملية غازي عنتاب، دخلت في تفصيلات مهمة جدا وأشرت إلى يعني عديد الفاعلين والمتداخلين في هذه العملية، لعلها إشارة أيضا ذكرتها الدكتور سعيد حول من يقف خلف أو من يدبر، أو لنقول هناك غرفة عمليات وهناك مهندس واحد يدير كل ذلك. بالضبط. كيف نفهم ملامح بطبيعة الحال سيد محمد؟ شوف، كل التفجيرات الحقيقة لها دلالات ولها تأثيرات وانعكاسات، لكن خصوصية عملية غازي عنتاب تنبع أولا من موقع ورمزية مدينة غازي عنتاب، مدينة في الجنوب الشرقي، فإذا هناك مكون كردي في المدينة، مدينة قريبة من الحدود السورية، مدينة فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين، المكون الكردي مع التركي، العلوي مع السني موجود بطريقة أو بأخرى، وهناك رمزية العائلة التي ذكرها الأستاذ بكير مهمة جدا، استهداف عرس كردي، ولا سأقول لماذا لاحقا لماذا الاستهداف هذا. صحيح أنه نتحدث عن العمل أو اللاعب على وتر التركي الكردي باعتبار أنه الآن مشتعل بطريقة أو بأخرى، لكن دعونا نتذكر أنه داعش استهدفت قبل ذلك مكونات كردية أو تبدو وكأنها كردية على الأقل، مثل مظاهرة في أنقرة التي ذهب ضحيتها أكثر من 100 ضحية في مظاهرة يسارية كردية كانت بطريقة أو بأخرى، وكان الرد الدعوة للنزول للشارع، وبدأ حزب العمال الكردستاني بعد تفجير داعش في ديار بكر وسروج أيضا عملياته العسكرية. إذن هناك استثمار دعني أقول لكل ما تقوم به داعش من عمليات من قبل حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطية. هذا واحد. اثنان، هناك عمل على النسيج المجتمعي التركي الكردي، وهذا أمر مهم جدا. دائما كل انقلاب عسكري سابق، كل محاولات تدخل خارجية، كل ضغوطات خارجية كانت تحاول أن تفتعل مسبقا شرخ مجتمعي معين والصدامات، يساري يميني علماني إسلامي تركي كردي بغض النظر عن هذا الأمر، فهذه أمر أيضا نقطة ثانية. الأمر الثالث هو خصوصية العائلة أو العشيرة، وهذا رشح في وسائل الإعلام التركية أنها فعلا عائلة معروفة بأنها ضد حزب العمال الكردستاني ونزحت عن تلك المناطق. الآن أربط ذلك بموقف حزب الشعوب الديمقراطية بعد التفجير وكأنه صاحب أو ولي الدم وولي العرس، أيوة، ويدعو الناس للهتاف ضد الحكومة وضد الدولة القاتلة والحكومة القاتلة وما إلى ذلك، رغم أن صدرت تصريحات إعلامية للعريس وللعروس أو للعروسين تبرأ من هذه التصريحات، قالوا نحن لسنا ضد الدولة ولم نشك في، يعني لم نكن في وارد هذه الهتافات ولا تعبر عنا. وبالتالي هناك محاولة استثمار لهذا الحدث. عين العرب كوباني مثلا كانت معركة دعي الناس فيها أو دعي الأكراد فيها للشارع من حقول حزب الشعوب الديمقراطية، وأدت لاشتباكات وتظاهرات وأعمال فوضى ذهب ضحيتها 35 قتيلا. وبالتالي هناك حدث وهناك استثمار سريع للحدث من قبل مكونات سياسية وعسكرية محسوبة على حزب العمال الكردستاني، وكأنها تقول الآن الدور على إشعال فتيل تركي كردي في البلد، وبالتالي يفتح الباب على تصعيد من حزب العمال الكردستاني، يفتح الباب على حالة أمنية عسكرية معينة، يفتح الباب على محاولة تدويل القضية الكردية الداخلية في تركيا مرة أخرى. هذا وارد؟ كانت هذا دائما وارد على الأقل على الأقل سقف الحركة السياسية الكردية كما تسمي نفسها في تركيا، سقفه هو هذا، أن تخرج من الحرل المحلي بسقف الدستور الجديد والمواطنة المتساوية وتريد تدويل القضية الكردية، تريد أن تستفيد من السيناريو.